جايب لكم النهارده كشري من ايجيبت ب 90 جنيه، وانا اللي كنت بقول على بطارق غالي. كنت بتمشى من كام يوم كده في ارابيلا بلازا، ده مول موجود في التجمع نسبه لارابيلا وحاجه في منتهى ايجيبت خالص، فلقيت هناك محل لسه فاتح تقريبا، بس محل كشري، لا سوري كشري، اللي هو انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ المحل شكله كان نظيف جدا ومختلف عن كل محلات الكشري اللي نعرفها واللي جربتها قبل كده. المحل اسمه ورد، والنهارده قررت اطلب منه عشان نعرف الكشري بتاع ايجيبت ده بقى عامل ازاي. خلينا نعمل لايك وشير وتوقع كده السعر كام بتاع الكشري ده. ده شكل التغليف كده، اوكي، وخليني اوريك حاجه. مبدئيا كده معلقه ومنديل. بص بقى الحركه دي، دي المفروض ايه؟ ميك اب صح؟ يعني انت لو انت شفتيها مثلا او انت شفتها هتقول ده ميك اب، اوكي ميك اب وبتاع. لا يا معلم، لا دي صلصه، تمام؟ دي علبه صلصه كده، دي صلصه ثانيه، اتنين صلصه، والمفروض ان البتاع الصغننه دي دقه، في هنا شطه. فده محل كشري يا جماعه، وصلت الفكره؟ باعت زي المفروض ان ده الورد والبصل، وده توست صغير كده ما يوازي العيش المحمص اللي عارفينه ده، بس هنا توست، وهو بيبيع برضو العيش المحمص ده، مديك قطعتين كده صغيرين تقريبا للتجربه، عشان لو عجبتك ممكن تطلب المره الجايه. وعلبه الكشري دي علبه كشري كبيره، لقيت عندهم حاجه كده جديده بيعملوها اسمها كشري بولز، عاملين الكشري، اوريك استنى، عاملين الكشري في كور كده وقالينها في الزيت، المفروض ان جواها لحمه مفرومه وميكس جبن. العلبه دي اربع قطع ب 45 جنيه بس كده. من جواها كشري اسكندراني تقريبا، يعني العدس اكتر حاجه باينه، لحمه مفرومه وجزر، المفروض ميكس جبن بس ما شدتش قوي. بعت غالبا معاها مش مع الكشري العلبه دي، ما اعرفش دي جبنه بقى ولا ايه، هنشوف دلوقتي. فخلينا نبدا بس بدي، بسم الله. ده صوص تيستي غالبا اللي هو البيك تيستي وكده، صوص طعمه حلو جدا. بالنسبه لكور الكشري هو اكتر حاجه طعمها حلو فيها هي اللحمه المفرومه، هي قليله سنه بسيطه بس اختراع مختلف شويه. العلب كلها مكتوب عليها صالحه للتسخين في الميكروويف لمده دقيقه، ففي ديتيلز كده هم مهتمين بيها. توست كمان معانا كده في السكه، ميني توست كده، حلو وخفيف ورفيع وفي طعم زبده باين عليه. الحاجه برده انت دافع فيها فتوقع كواليتي نظيفه. تعالى بقى يا معلم كشري. كشري تكوين العادي للكشري رز مكرونه صغيره وكبيره، حمص، عدس بجبه، مفيش عدس اصفر قوي او في بس مستخبي، ولون الرز هنا مش لون الرز الابيض، لون الرز اسمر شويه كده، معرفش ده راجع لنوع الرز نفسه ولا راجع لبهارات معينه هم بيحطوها عليها. الكشري عندهم بيبدا من كام بقى؟ الكشري الصغير ب 55 جنيه، وبعد كده الوسط 65، وبعد كده دي العلبه اللارج ب 80 جنيه، هي بتتباع على طلبات ب 90. خلينا ناخد طبق الصلصه الغريب ده، صلصه غريبه مريبه. اه ده انت كمان المفروض ان انت لسه هتفتحها كمان. ايه ده؟ فكره حلوه كتغليف بس يعني فاشله كدل، الدنيا كلها اتبهدلت. لون صلصه الطماطم احمر قوي، يعني فصلصه نظيفه، صلصه صلصه يعني طماطم طبيعيه شكلها. بس احنا بنحضر حاجه في المعمل، بريكنج باد. بصراحة العلبة كبيرة ما شاء الله، يعني لو يعني فكرت، لو ولو قررت ان انت سيادتك تطلب منه اطلب الوسط بلاش الكبيرة دي. خلينا ندوق بقى، بسم الله. الكشري طعمه نضيف جدا لدرجة انك بتحس ان هو مختلف خالص عن الكشري اللي بناكله في باقي المحلات، تحس المكونات اللي مستخدمينها يعني كطريقة طهي كنوع الحاجة نفسه نضيفة، بس يعني هو في الآخر برضه رز ومكرونة وعدس، يعني ما فيهوش اختراع كبير. فكرني شوية بنظافة أبو طارق، يعني أبو طارق دايما عنده الكشري بحسه نضيف كده ومختلف عن الباقي. برضه الصلصة اللي هنا تحسها صلصة نضيفة ما فيهاش توم كتير، ما فيهاش حاجة زعقة قوي، عبارة عن طماطم محطوطة على الكشري. أنا متعود بصراحة على الكشري العادي بتاعنا، حاسس الكشري اللي باكله طول عمري طعمه ألذ شوية من ده، بس ده طعمه أنضف، يعني هو ده الفرق. بس يعني مفيش حاجة تاني، وطبعا ينقصوا عدس أصفر. تجربة مختلفة شوية، خصوصا كمان لو رحتوا المحل أو شفتوه، لا الجو العام كده مش سكة الكشري العادي بتاعنا خالص. الحلو حلو الحلو الحلو. انا طلبت رز بلبن، رز بلبن ساده عندهم ب 20 جنيه، بس بعد كده كلمني قال لي مش موجود يا فندم للاسف، ورشح لي حاجه عندهم اسمها حلو ورد على اسم المحل. حلو ورد ده مكتوب ان هو مهلبيه وعليها كرمل. كرمل بيلعب ده؟ لا كالعاده. حلو ورد ده ب 30 جنيه، بص مهلبيه من تحت وبتاع بيلعب كده، واقرب للكريم كراميل شويه، في حاجه كده ماسكاه بعضها. حلو فيه ان سكره مش كتير، يعني سكره هادي قوي. بالنسبه لي ده احلى من الرز بلبن. انت لو دخلت على البيج عندهم اللي هسيبها لكم في الكومنتس هتلاقي ان اسلوب الدعايه مختلف خالص، ومعرفش بصراحه هو بيكلم مين، او يعني اسلوب الدعايه والناس اللي جايبها بتعمل دعايه. ده مش الكشري بتاع مصر، تمام؟ ده كشري ايجيبت، حاجه طعمها نظيف ما اقدرش انكر، بس انك تاخد اكله شعبيه يعني حرفيا المفروض ان هي ارخص حاجه تقريبا دلوقتي، او مفترض يعني ان هي تبقى ارخص حاجه، تبقى بالاسعار دي حاجه معرفش بصراحه هتنجح ولا لا.
حتى خصوصا كمان في التجمع يعني كشري في الاخر. انا ما لقيتش ريفيوهات عن المحل ده غير ريفيو واحد بس، كانت واحده سعوديه تقريبا بتجربه هنا وشكرت فيه، بس الريال ب 10 جنيه يا معلم. فبما ان الكشري يوصل 100 جنيه ما تنساش تعمل شير للفيديو، لايك للفيديو، وما تنساش لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البرومو كود دي تاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.